يمنى أحمد مهندسة شابة تسكن بحي غمرة متزوجة ولديها طفل صغير. صاحبة 26 عاما قررت أن تكون ناجحة في كل أدوارها في الحياة. شخصية طموحة من وأنا في الكلية ما برضوش بأي حاجة، بحب أبذل مجهود في أي حاجة بعملها. اتمنيت أن أكون أم زوجة ناجحة وكمان مهندسة ناجحة، وأنا بحاول دلوقتي أعمل ده، أن أنا أوفق بين جوزي وابني وبين شغلي كمان. والحمد لله رب العالمين، ببذل اقصى مجهود ليا في كل حاجه، عشان انا يعني ما بيحصليش ساتسفاكشن غير لما الاقي احس ان انا يعني عامله اللي عليا في كل حاجه حواليا. مهندسه تطبيقات الهاتف تعمل لثماني ساعات يوميا، وهي حريصه جدا على العمل من اجل ارضاء ذاتها. الام الشابه ترى ان نجاح الانثى في كل ادوارها امرا ليس بالسهل ولا بالصعب. لازم عشان احقق طموحي طبعا اقدر افكر شويه بذكاء عشان احقق كل اللي انا عايزاه، فطبعا بحاول يكون شغلي قريب من البيت او قريب من شغل جوزي، بحيث ان احنا نروح مع بعض ونيجي مع بعض. ابني بشوف له الحضانه المناسبه جنبي عشان اروح اخده في اي وقت. طبعا تحقيق الذات ده مختلف من بنت للتانيه ومن شخص للتاني. في ناس بتبقى انها تكون زوجه وام، ده اقصى حاجه عندها يحقق لها طبعا رضاها عن نفسها، ودي حاجه جميله جدا. وفي ناس بتبقى محتاجه انها تشتغل عشان تقدر ترضى عن نفسها وتحقق ذاتها مع انها تكون زوجه وام. فانا يعني بقول لكل بنت ان انت تشوفي انت فعلا محتاجه ايه وعايزه ايه وتحاولي تحققيه. الزوجه الصغيره لم تغفل ايضا عن هواياتها المفضله، فيمنى موهوبه بعمل المعجنات وتحب صنعها لعائلتها بشكل شبه يومي. الطباخة الماهرة تؤكد أنها بالفعل قد تبذل جهدا كثيرا يوميا، إلا أنها سعيدة لأنها تعيش حياة متوازنة بين إسعاد نفسها وإسعاد أسرتها.